احنا طالعونا من دورنا، تهجرنا ودورنا نهدر، ما ضللنا مسكن، وجابونا لهون وما لنا غير الله تعالى، وعلى اساس يامنونا ما امنونا بشيء، وين بدنا نروح؟ وجانا الشتاء وعندنا اطفال صغار، ونحن زلمتنا ختيار، الله يساعد، صعب مرض شبكات، وين بدنا نروح؟ ما امنونا مطرحين بدنا نروح، ما لنا غير الله تعالى. نحن نزحنا مريف إدلب الجنوبي من سبب القصف وتقدم النظام على بلداتنا، ونزحنا إلى ريف إدلب الشمالي، وهون استقبلتنا الناس، وما ظل بيوت، ما في بيوت، قاعدونا قاعدونا المجلس المحلي في المدارس، معنا أطفال ومعنا نساء ومعنا شيوخ، وقاعدونا في المدارس، وهلأ قاعدين حكم فتوح المدارس، ونحن وين بدنا نروح؟ احنا لا عندنا خيمه ولا عندنا مصاري حق خيمه ولا عندنا شيء، وهلا الجو جو شتوي، يعني وين بدنا نتوجه احنا؟ يعني ما معنا حق خيمه لحتى نطلع احنا نشتري خيمه ونقعد فيها، وعمل ما في. نحن نزحنا من بلادنا، عفنا بلادنا، عفنا رزقنا، عفنا الشيء لنا، وجينا طلعنا برواحنا، جينا أمنونا بهالمدرسة هون، قالوا لنا إن شاء الله ما بنخليكم تطلعوا اللي مأمنين بأحسن سكن وأحسن عيش، وما شفنا شيء هسه على هلا. طبعا احنا اليوم في ظل الكارثه والموجه النزوح اللي عم تعرض لها مناطقنا المحرره، طبعا نتيجه الازمه الكبيره اللي حصلت عنا بقريتنا مثل باقي القرى، ونتيجه الضغط الهائل اليوم بمدارسنا الاربع في حربانوش كونها مليئه بالاخوه النازحين، طبعا هذا الامر نحن ولدنا ازمه، نسعى بجهود حثيثة وبعمل متواصل يوميا بالتنسيق والتواصل مع المنظمات لحتى نضمن غاية ومخرج يأمن بنفس الوقت أهمية التعليم وتوفير أسباب وشروط نجاح هذا التعليم، بنفس الوقت نضمن كرامة إخوتنا النازحين.